أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلاب الصف الثامن. في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر. نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع. خلال هذا الأسبوع أحبتي طلبة الصف الثامن سوف نتعرف بداية إلى فن الإعلام، وسوف ننتقل بعد ذلك للتعرف إلى المقابلة الصحفية، وسوف يشاهد الطالب ثم يحلل مقابلة مع جلالة الملكة رانيا. بداية حينما سوف يتعرف الطالب إلى فن الإعلام سوف يعرف أنه التبليغ والإبلاغ عن أي الإيصال، والمفهوم الخاص بالإعلام اصطلاحاً هو الإخبار وتقديم المعلومات، ويتضح في هذه العملية عملية الإخبار وجود رسالة إعلامية، أخبار، معلومات، أفكار، أعلام تنتقل في اتجاه واحد من مرسل إلى مستقبل، أي حديث من طرف واحد. ولا بد أن يعرف الطالب أن هناك أنواع لوسائل الإعلام، منها السمعية والبصرية والسمعية البصرية. فالرسائل أو الوسائل السمعية مثل الإذاعة والندوات والمحاضرات، أما البصرية كالصحف والكتب والمجلات، بينما السمعية البصرية كالتلفاز والسينما والمسرحيات. حين هذه الحصة سوف يتعرف الطالب إلى أهداف وسائل الإعلام، من إرشاد وتوجيه وتنمية للعلاقات وتثقيف وإعلانات وتسلية وتربية. ثم سوف ننتقل للمقابلة الصحفية أو الحديث الصحفي، وهو فن يقوم على الحوار بين طرفين، شخصية وشخصية أخرى أو مجموعة من الصحفيين، كما هو الحال في المؤتمر الصحفي أو فريق من الصحفيين. وهناك أنواع للمقابلات الصحفية، منها التي تجري بهدف كتابة قصة خبرية، ومنها مقابلة صحفية لكتابة موضوع إخباري، كذلك مقابلة صحفية لرسم صورة شخص معين أو لقصة تجمعية، وهي التي تتجمع مادتها على غرار الندوات وتغطى للقارئ على بعد أعمق. خلال هذه الحصة سوف يتعرف الطالب إلى شيء مهم جدا، وهو الإعداد للحديث الصحفي، أي اختيار شخصية واختيار موضوع، حيث يعتبر ذلك مهما بعد جمع المعلومات للقيام بالأسئلة التي تحاكي هذه العملية. ومن أفضل الأسئلة في الحديث الصحفي مثلا السؤال المكون من جزئين، وهو الأسئلة التي يزيد طولها عن 3 جمل، فهي لا تعتبر سؤال بل هي خطبة، فعليها أن تكون مكونة من سؤالين على الأكثر. بعد ذلك سوف يشاهد الطالب مقابلة مع جلالة الملكة رانيا، ثم سوف يتحدث عن السيرة الخاصة بجلالة الملكة رانيا وأهم إنجازاتها بإعداد بطاقة تعريفية محوسبة لها. وهكذا أحبتي الطلبة نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعا سعيدا وموفقا جدا أتمناه لكم. ادرسوا جيدا، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.